أحسن فيو، مرحبا بكم. جبناكم إن شاء الله اليوم أدريس سكاي فيو، بول إنفينيتي فيو. إن شاء الله يعجبكم هذا الفيديو. كما تشوفوا ليه كاين برج خليفة والفونتين، وإن شاء الله في المستقبل غادي نطلعوا البرج خليفة ونشوفوا الفيو من تما على هذه الجهة. أجوا معنا نمشيو للبلاصة الأخرى. يعني منظر رائع، يعني كما تشوفوا كل تحت فوالا لعبوا ذا الماسك. هذا كما تشوفوا انفينيتي سويمين بول، هذا كما تشوفوا شيخ زايد رود. فوالا نعم سويمين بول جاهز. شوفوا كاين لونج هذا جهة أخرى، هذه دبي كاملة، دبي كاملة جميلة. جميرة الجميرة كاع كاملة هنا. الجميرة كاملة كمش على الحرارة اللي كاينة هنا. هذا البول التحتاني كما تشوفوا هنا، هذا جيانا البول. كما تشوفوا قدام برج خليفة، حنا كنا في الإيطاج حق 54، دابا حنا في تحت.
ودخلت لهذا المحل وانا نتسطى وتصوروا هاد الجيتار هذا شحال داير، ما تصور شحال داير، 2 مليون ديال الدولار كله دايموندز. هاد الصولجان تا هو حوالي فيه 3003 ديال دايموندز، هذا هو الرقم القياسي ديال غينيس. ونشوفوا الجهه الاخرى، كاين هاد ديال الجولف تاع هو راه داير 313000 دولار. وكما تشوفوا انا تخلعت في هذه كاع الكانيت ديال كوكاكولا، تاع هو واخد الرقم القياسي ديه حوالي 10000 دولار، ودي هنا داير الكانيت وحده ب 1995. اجي نشوفوا الجهه الاخرى، هادو تاهما سوايع واخدين الرقم القياسي ديال غينيس، شي حاجه خطيره خطيره بزاف. كنتمنى ان يعجبكم هاد الجزء الثاني ديال الهوتيل، كنتمنى انكم ديروا سبسكرايب ولايك وديروا جيم للقناه، وشكرا بزاف للمتابعين ديالنا.